Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est l'addition. Sabah khair, kif kouni chatrin? Darasna liyom bedu koun an jama'a, bedna na'mel exercicet an jama'a. Bas abel manbalij, bedi nabakoun la daroulit ghasi idayen bil mai wa sabon la mudi zid an 20 sani wa daroulit adam l'ikhtilat la ta'amu alkom wa virus corona. هلا خلينا نبلش مع بعض. عندنا 80 بلس 53 يعني 80 زائد 53. اول شيء بنبلش نجمع اليونيتي مع بعضهم. 0 بلس 3 0 بلس 3 ايجال 3. 0 زائد 3 بيطلع معنا جواب 3. بنحط 3 بخانه اليونيتي بخانه الاحد. ننتقل لخانه العشرات لخانه ديزان. في عندنا 8 بلس 5 8 بلس 5 ايجال 13 يعني 8 زائد 5 بيطلع معنا الجواب 13. بنحط 13 3 بخانه ديزان و بنحطها بخانه سنتان. 3 بخانه ال عشرات ووحدة منحطها بخانة المئات بيطلع معنا جواب 133 133. يعني 80 بلس 53 إيقال 133. 80 زائد 53 بيطلع معنا جواب 133. هلأ بدنا ننتقل في عنا الإكزرسيس تاني. 14 بلس 12 يعني 14 زائد 12. أول شيء نبلش نجمع اليونيتين مع بعضهم. 4 بلس 2 4 بلس 2 إيقال 6. 4 زائد 2 بيطلع معنا جواب 6. منحط 6 بخانة اليونيتين 6 بخانة الأحد. ننتقل لخانة العشرات. عنا 1 بلس 1 1 بلس 1 إيقال 2. 1 زائد 1 بيطلع معنا جواب 2. منحط 2 بخانة العشرات بيطلع معنا جواب 26 يعني 26. نحط 2 بخانة الديزان بيطلع معنا جواب 26 يعني 26. 26 مؤلفة 6 يونيتي 2 ديزان يعني 14 بلس 12 إيقال 26. 14 زائد 12 بيطلع معنا جواب 26. هلا في عنا هذا الدفوار بتكون تعملوه بالبيت وبتكون تبعتوه للمعلمي. عنا 36 بلس 6 يعني 36 زائد 6. بتعملوا هذا الدفوار بالبيت تعملوه بالطريقة الصحيحة وبتبعتوا الإجابة للمعلمي. 36 بلس 6 36 زائد 6. هلا قبل ما أختم بتمنى تكونوا فهمتوا الدرس منيح. بدي أطلب منكم شغلة مهمة كتير. تحافظوا على التباعد الاجتماعي وترددوا الكمامة لتحموا حالكم من فيروس كورونا. كمان بدي أطلب منكم شغلة مهمة. تعملوا الدفوار بالطريقة الصحيحة تطلعوا الإجابة مزبوطة وتبعتوا الإجابة للمعلمي. وهلا اسمحوا لي لكم أورفوار.